نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. وأما نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان كما تواتر بذلك الأخبار هو حق، ولكنه ينزل على أنه تابع لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعته، يحكم بشريعة الإسلام، ويكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزية، ولا يبقى إلا دين الإسلام. بعد نزول المسيح لا يبقى إلا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مجدد لدين الإسلام وتابع للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.